طيب ليه أثرنا الفرعونية العظيمة العريقة هربت للخارج ونحن يعني عاجزون عن استعادتها حتى الآن؟ رأس نفرتيتي كمثال. حاجتين، خمس مسلات في العالم. لا ده احنا كان 55 مسلة عندنا، فضل عندنا خمس والباقي كله طلع. ده في مسلات طلعت مسحوبة في اسطوانات حديدية مفرغة في المحيط لأنها تغرق المركب اللي هتشال. واحدة راحت نيويورك بالطريقة دهيا عايمة في المحيط، والتانية راحت لندن عايمة في المحيط. روما بقى مليانة مسلات قد كده، فرنسا كذلك وهكذا. طب ليه ما ناخدش يعني أنا؟ ولا نخلي الحضارة الفرعونية منتشرة في العالم يعني على أساس أنها حضارة إنسانية؟ احنا يعني حاولنا نسترد تمثال نفرتيتي ما لدرجة أن لما ليه مش ده معروف أن ده حق مصري؟ ده مكتوب مصري. بقى هدي مثلا عندك في بالنسبة لتمثال نفرتيتي سنة 1912 كانت بعثة ألمانية برئاسة واحد اسمه بوخارت. فهو لا رأس نفرتيتي خباها وحط عليها جرايد وبتاع وحطها في حتة ضلمة كده، وعند التقسيم مصر هي اللي تختار. فكان المندوب عن مصر واحد اسمه مسيو لوفيفر. فالجميل بقى أنه لوفيفر كتب الكلام وأخبرني بوخرت أن هذه رأس من الجبس لا أهمية لها لأميرة مصرية مجهولة الهوية. وبناء إحنا على هذا التقرير ابتدينا نطالب ألمانيا برأس نفرتيتي سنة 1930. هتلر راح يشوف صمر قصادها ساعة وطلع يعلن يقول إني على استعداد أن أعلن الحرب ضد مصر إذا أصرت على رأس نفرتيتي. مصر رجعت تطالب تاني بناء على التقرير بتاع لوفيفر اللي مكتوب سنة 45 لما انهزم هتلر وبتاع. فالحلفاء قالوا لا ما نقدرش نتصرف، استنوا ما تيجي حكومة ألمانية تتكلم معاكم. 2008 دكتور زاهي حواس مش طالب رأس نفرتيتي، قال لا نستلفها شهرين وتاخدوه أو ست أشهر وتاخدوه. ألمانيا رفضت وقالت خوفا على رأس نفرتيتي من السفر والمروح والمجد. ثلاث مرات يعني مصر طالبت بقى. فيعني صعب.